اليوم الاحد 14 يوليوز 2019، الاب ديالي الاستاذ الموسيقى الحسن ميغري فقد حياه وربح حياه واحده اخرى عند الله ان شاء الله. كنشكر بعدا اولا صاحب الجلاله الملك محمد السادس اللي وقف جنبنا في لوقيته المرض ديالو، وكنشكر كاع الفنانين، كنشكر العائله ديالي، كنشكر المواطنين المغاربه خوتو، كنشكر صحابي، كنشكر الناس كاملين زعما اللي وقفوا معاه، وكنشكر المستشفى العسكري اللي ارتاح فيه. كان في الدار كيتالم، مشى ارتاح تما باش يمشي عند الله مرتاح، ما مشاش مألم. الحمد لله انا هادشي اللي بغيناه هو ما يمشيش مألم، مشى مرتاح الحمد لله، وعطاني واحد الرساله ان شاء الله انا راه غادي فيها. كان وعدك با كاع دوك الاعمال اللي درناهم في هاد الشهور الاخرين وباقي ما خرجوش، غادي يخرجوا ان شاء الله. وكنبغيك بابا، كنبغيك بزاف، والحمد لله حنا غادي نتلاقاو ان شاء الله الفوق يا ربي. كنبغيك بابا، كنبغيك بزاف. انا لله وانا اليه راجعون. الله يرحمك اليوم، الله يرحمك ابو حسن، الله يرحمك ابو حسن، الله يرحمك. راه انت الاب ديالنا كاملين. اليوم 14 يوليوز 2019، ربي بغى في النار. ما ضاعتش في حسن، ضاعت في ثلاثه د الناس، خاي وصديقي وفنان، يعني ضعنا فيه كلنا. الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين، امين.